ايه المشكلة بتاعتك؟ المشكلة إن أنا ما بعرفش أنام الليل، يعني أحس مفيش حد موجود معايا في الشقة. في كانت خلافات بيني وبين أهلي وبقعد على طول لوحدي، بس يعني الحمد لله موضوع الصلاة ده يعني ما الحمد لله فضل ونعم الواحد بيصلي والكلام ده. ساعات في أوقات الصلاة أنا وبصلي بحس إن حد ورايا، حد بسمع صوت الموضوع، ويجي الليل ده ما بعرفش انام، يعني بتحصل معايا مشاكل كده، احس ان حد موجود معايا في الشقه. انا قاعد في القاهره حاليا، انا في الصعيد في بيت اهلي. طيب الموضوع ده اتكرر معايا اكتر من مره، يعني تمام لدرجه ان انا اخاف اسمع اي صوت، بتخض، قلبي يتقبض. اما موضوع الاحلام ده ما فيش خالص. مره من سنه ونص حلمت ان في كلاب جري ورايا جيش كامل، تمام وبعدها بيوم صليت الفجر انا جريت وراه. ده الحلم الوحيد اللي حصل معايا قبل كده. أول حاجة، رؤية الكلاب في المنام. الكلاب مجموعة من الشياطين والجن، تمام؟ تمام. ومجموعة الشياطين والجن دولت محوطينك، يعني إن شئت فقول إن هم متربصين بيك، عايزين يسكنوا جسمك. وكل حد بيشوف الكلاب في منامه وشباب يعرف إن الكلاب ما هي إلا شياطين، وهي يعني سبحان الله بتحاول إن هي تسكن في الجسد. فعشان كده اعمل كف إيدك كده، وكل اللي بيسمعني يعمل كف إيده نفس الشيء. هات كف إيدك قدام الكاميرا، هات كف إيدك، شايف صبعك الصغير مفتوح لوحده الآن، تمام؟ طيب كل الشياطين اللي بتسكن في الجسد تتحرك في الصبع الصغير الآن. هي دلوقتي يعني حركة لا إرادية في صبعك، صحيح؟ هي الإيد كلها ماشي. طيب حلو أوي. أنا عايزك تقول معايا بسم الله 3 مرات. بسم الله بسم الله بسم الله. كل اللي بيسمعني برضه يقول بسم الله واكتب لنا على التكست واستمع للرقية ديت. أنا حرقيك 5 دقايق بالظبط، نزل كف ايدك، وكل اللي بيسمعني اللي صبعه اتحرك لما رفع ايده معانا يحاول يقول لنا ايه اللي حصل معاه. اركز معايا يا سيدي الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غمض عينك وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. اعوذ بالله من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. 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 كل شخص بيسمعنا يا شباب يغمض عينه ويستمع للرقية ديت، ويا ريت إن احنا ندوس لايك ونعمل مشاركة فضلا وليس أمرا. دوس لايك. بسم الله. غمض عينك انت. بسم الله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. والسلاسل يسحبون. والسلاسل يسحبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله. يسحب العارض اللي موجود في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد. يخرج كل شيطان بيسكن في هذا الجسد بامر الله جل وعلا. في اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت وانت مغمض، واي حد بيسمعني وبيسمع الرقيه ديت، تبص تلاقي ان في تنميل حصل في جسمك، صحيح؟ هو انا جسمي راسي كلها حاسسها سخونه، اه وفي عينيا شغاله، يعني عينيا دي حاسسها بترمش كده من جوه. تمام. بص الان كده هتلاقي ان في تنميل حصل في جسمك كله.
تقل حصل لها. في طول طول في ظهري ورا، طول في تمام ظهري ورا. اوكي. بص هي تعرف كده لو في حد مثلا كب ميه بتحس باحساس الميه ان في حاجه بتنزل في ظهرك، كأن حاجه بتنزل من فوق من اعلى الظهر كده زي الميه بالظبط لاسفل الظهر، صحيح؟ زي كب لا، الميه. في نبض في الكتف الشمال تحت. طيب بص كده، في بروده او هواء بارد دخل على ظهرك؟ لا، طيب الآن بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب مين اللي جنبك دي؟ زوجتك ولا لا أختك؟ ده أمي، طيب أمي خلي أمك تجيب كوباية ماء تحطها جنبك كده. هاتي أمك كوباية مية بعد إذنك. وكل شخص بيسمعنا يا شباب يجيب كوباية مية ويحطها جنبه، تمام؟ ماشي، بص تمام يا أبو الشيخ. طيب كل اللي جاب كوباية المية، بص في كوباية المية اللي معاك دي مية عادية صح؟ تمام. مية عادية، شم ريحتها ملهاش ريحة. طبيعي. طيب كل واحد بقى بيسمعني يجيب كوباية ماء ويحطها جنبه، خلي الكوباية الماء دي جنبك، تمام؟ تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غمض لي عينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون. ما تشيلهاش، خليها جنبك. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويقولوا سحر مستمر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اعمل لي كف ايدك كده، وكل واحد بيسمعني يعمل كف ايده نفس الشيء. هات كف ايدك قدام الكاميرا، افتح عينيا عادي. لا لا خليك بس ابعد كف ايدك شويه عن الكاميرا، افتح عينك عادي. ايوه خليها كده. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل اللي بيسمعني لو صبعك اتفتح كده يا شباب، اللي صبعك اتفتح اكتب لي بسم الله، وكل واحد يحط كوبايه الميه جنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الآن هتبص تلاقي صبعك حصل فيه زي نغز بالإبر الصغير، صحيح؟ طيب وكل شخص بيسمعني هيلاقي إن حصل برضو معاه نغز، فلو حصل معاك نغز يا أستاذ أي حد من اللي بيسمعني يا جماعة اكتب لنا على التكست، تمام؟ نزل كف إيدك مرة تانية. اللحظات دي في حاجة لحظة بعد جسمي كله جاب ميه، جسمي كله عرق عرق، يعني ميه ميه. اوكي ركز معايا بقى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان، غمض عينك، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. باذن الله يجمع كل ما هو موجود في البيت، يجمع كل ما هو في موجود في البيت الى ما حيث امر. يجمع كل ما هو موجود في البيت إلى ما حيث أمر بأمر الله جل وعلا.
كل واحد يوم بين وشباب يجمع كل ما هو موجود في البيت إلى ما حيث أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 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 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. بسم الله بسم الله. تختفي كل الأعراض اللي موجودة في الجسد دي الآن إن شاء الرحمن، تختفي كل الأعراض اللي موجودة في الجسد ويبرأ الجسد ويجمع كل شيطان في البيت إلى ما حيث أمر بأمر الله جل وعلا. الآن يا أخي الكريم فتح عينك. في برودة حصلت معك في جسمك صحيح؟ هو جسمي هدي عن الأول، جسمي هدي عن الأول. آه وحصلت برودة دخلت عليك صحيح؟ برودة مش قوي يا شيخ برضه، يعني هو تمام البرودة ده بس جسمي هدي يعني. آه بس وانت في الفترة الأخيرة دي، الدقيقة الأخيرة عينيا زي كأنها بتعمل كده بتلف، تمام يعني تمام أنا عينيا كانت بتلف كده. طيب حلو. دلوقتي جسمك كله اتعرق صح؟ آه حلو. بس هدي عن الأول، وفي مية بس هدي غير السخونة الأول، وكان في نبض شديد ورا هنا في الناحيتين. طب انت كان عندك ألم في اي حاجة في اي مكان في جسمك؟ كان عندي ألم في الظهر والركبة اليمين، ودول اكتر حاجة كانوا مستمرين معايا. طيب حلو قوي. قول بسم الله وقوم اتحرك، مش هتلاقي لا ألم لا في الظهر ولا في الركبة اليمين. بسم الله. ركبتك هتطرشك معاك الآن بإذن الله، اه طب 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 قول قول انك قول تعمل الله طب. أكبر، قول الله الله أكبر. الله اكبر. اتحرك كمان، حرك ظهرك مش هتلاقي فيه أي ألم، ما فيش ألم. لا ما فيش ما فيش. اه جميل جدا. أيضا يا أخي الكريم شايف كوبايه الماء اللي جنبك؟ امسكها قول بسم الله وشم ريحتها، هتلاقي ريحتها وحشة قوي. بسم الله. في ريحة متغيرة بس اللي هي مش وحشة قوي، يعني ريحتها غير الأول كانت. فيها ريحة صح؟ اه طيب قول بسم الله وبص فيها كويس، هتلاقي كأن في بخار بيطلع منها وفيها بسم زي ايه لون متغير. بسم الله. لا هو في حاجة تحسها وقعت فيها يعني، بس هو ما في مكان نظيف يعني، هو تحس ان في حاجة وقعت فيها. انا ما مناش يعني ايه، انا بص انا ده كل الشياطين اللي كانوا موجودين في البيت كل واحد يا شباب جاب الكوبايه وحطها نفس طريقه الاخ، هيجي يشم ريحه الكوبايه هيلاقي ريحه الميه مش نفس الريحه اللي كانت قبل كده، هيلاقي الريحه متغيره، وهتبص في الميه هتلاقيها مش ميه صافيه، فيها حاجه يعني فيها شيء وقع فيها او كأن الميه لونها فيها الوان الطين او في حاجه وقع فيها. في حاجة سودة تحت فيها زي نظام حباية كده، مش تحت خالص غير اللي فوق دي. في يعني لو عايز اجيب لك الكاميرا عليها مش عارف اجيبها ولا لا، يعني طيب من جوه خالص كده فيها، مش هتجيبها الكاميرا. في حاجة زي حباية الرز كده سودة تحت تمام، هي ادي نفسها. خلاص كده يا سيدي البيت بتاعك نظيف تمام، تمام الحمد لله. قوم امشي البيت بتاعك نظيف، ما راح يتكرر عندك الاصوات اللي انت كنت بتسمعها نهائيا، ما راح يتكرر عندك اي تعب خالص. الرقية ديت يعني بيتم منتجها وبتتنشر في الصفحة في اليوتيوب، تقدر انك انت تسمعها مرة تانية وترجع لها مرة تانية لو انت حصل تمام معاك اي حاجة، او تتواصل معايا تمام. تمام تمام بص في المياه كويس، هتبص تلاقي فيها الوان الطيف او لونها متغير، مياه عكرة. اه في النص كده تحس ان اللون بتاعها ما مد على الربع الفقاني كده، تحس ان هو اسمر سنه يعني. انا اللون باين معايا حتى قوي، اللون باين طيب في الكوبايه قوي. تمام، امسك المايه ديت حط عليها منديل او حط عليها حته هدمه تمام وبيتها
وبيتها ورا عجب الباب، تمام وانت تمام بتحطها قول بسم الله وانت بتحطها ورا عجب الباب، تمام والصبح شيلها وشوف اللي هيحصل معاها، وبكتب لي تحت المقطع ده لما يتنشر في اليوتيوب تمام والفيسبوك، بكتب لي ايه اللي انت لقيته. خلاص تمام تمام بعدها كبها بره ولا ايه حضرتك؟ اكبها بره، انت كده خلاص امورك كلها تمام، يعني رجلك ما راح تشتكي من الركبه تاني، وما راح تشتكي من الظهر، ما هو بس هديك بس صلاه الفجر في قلب المسجد، تمام. الفجر في قلب المسجد. طيب تأمرني مثلا ان انا ممكن يعني اقرا مثلا الفاتحه على 7 بلحات والصبح مثلا اكل منهم كده، واللي هو اقرا مثلا سوره البقره على الفجر. انا كل اللي انا وصيت بيه انك انت لما تشوف حد ما تقولوش ازيك، تقول له السلام عليكم، تحية الاسلام، وان انت تغض بصرك، وانك انت تحافظ على الصلاة المفروضة في المسجد، وانك انت تمام تستغفر الله سبحانه وتعالى. بص يا سيدي الكريم، كل اللي بص ما اقول لك على حاجة، اقول لك على شيء، كلنا مسحورين. انا ذات نفسي والعياذ بالله، يعني انا الرسول صلى مسحور، الله عليه وسلم. تمام؟ السحر اللي موجود فينا ده هو يعني بعض التأثير من ابليس. انت لو فقت من السحر ده انتقلت من عالم الشهاده لعالم الغيب. عالم الغيب بمعنى انك انت تشوف الملائكه وتشوف عالم الملكوت، فاهمني ولا لا؟ اما تسلطات الشياطين اللي كانت موجوده ومجموعه الكلاب، هم الحبايه اللي في قلب الكوبايه. بص في الكوبايه تانية هتلاقي ان الحبايه كبرت ان شاء الله. الحباية جت في زاوية، يعني كانت الأول جاية في النص، دلوقتي جت في حرف الكوباية خالص، يعني فخر الكوباية كده في الطرف. تمام. في نظام فقاعات تحت المية، يعني بعد المية يعني في قلبها كده، في فقاعات على الجناب كلها يعني كده كلها. نقول الحمد لله رب. كلها تمام. الحمد لله حلو. الحمد نقول لله. الحمد لله، وتابع معانا إن شاء الله الرحمن في أي شيء. بارك الله فيك. بارك الله فيك، آمين. بارك الله فيك.